انت شو كنت عم تعمل؟ صارتك تضبط حالك بترجاك؟ اذا انت فعلا غلطت وحكيت، اذا بتحكي حقيقه اللي صار ب 26 تموز، وقتها رح تدمر هاي العيله. صارتك انا عم اترجاك كرمال هاي العيله، خلي حقيقه اللي صار يومها سر بيناتنا. كلياني، أنا اكتفيت من مسرحياتك ومن هاي التصرفات. شو هاد؟ شو عم تحاولي تأثبتي؟ عم حاول أكد لك أني رح أثبت براءة أمي خلال كم يوم، وأقدر جيب المجرم الحقيقي لهون يا سيد ملهر. عم تسمع؟ وكمان أنا ما بدي مساعدتك بهذا الشيء نهائياً يا ملهر. يعني أنت مفكر بإني عم بجرحك قدام الكل؟ بس أنا ما كنت قصدة هذا الشيء يا ملهر، مع أنك بتعرف أني عملت كل هذا الشيء بس كرمالة لأمي. ماشي، ما بدك مساعدتي صحيح؟ اعملي اللي بدك يا كلياني، وأنا بالمقابل بعمل اللي بدي إياه. شبك ملهر، نحن عم نحاول نثبت نفس الشيء. أنا بعرف أنه أنت متأكد من براءة أمي، بس أنت كيف بتحاول تعتقل أمي بالرغم من أنك واثق من براءتها يا ملهر؟ اسمعني شوي، أنا عن جد وثقت فيك وفكرت أنه أنت ممكن تكون بطرفي. صدقني ما رح أسمح أي شيء يصير لأمي. أنت ما فكرت أبداً شو ممكن يعمل فيني هذا الشيء ملهر. بس بتعرف شو اللي أنا هلأ حاسة فيه؟ الرجال يلي بأمن له على حياتي واللي بوثق فيه أكتر من أي حدا بهاي الدنيا كلها عم يوقف ضدي هلأ. بس يا ملهر، إذا كل العالم بتوقف ضدي هلأ، أنا ما رح أسمح تنأذى شعرة واحدة من أمي لو شو ما صار. وصدقني رح حاول أثبت براءة أمي قدام الناس كلياتها. وكمان أنا بعرف كيف الناس عم تفكر لما أنا دافعت عن زواج أمي، بس أنا بعرف إنه هذا الزواج صار بطريقة غلط. بس بتعرف ملهر، أنا ماني ندمانة على هذا الشيء أبداً. أنا ماني غلطانة، وعمي ما رح يسمح أبداً